تفضل بالدخول إلى نبتة خناق الذباب. حقيقة لا تدخلها لأنك قد لا تخرج منها أبداً. قد تبدو كوحش من وحوش المستنقعات الحقيقية، إلا أنها في الواقع نبات محلي في أمريكا الشمالية، حيث أثارت ظروف التربة الفقيرة شهوات لاحميها. عندما تمس الحشرات الشعيرات الصغيرة لفم خناق الذباب، فإنه يطبق في غضون عشر من الثانية، كما تزيد محاولة الهرب من إحكام المصيدة، فتقوم الأنزيمات بهضم الضحية المسجونة على مدى عشرة أيام. وبينما قد تكون الحشرات هي الطريدة الاعتيادية لخناق الذباب، إلا أنها معروفة بخوض ألعاب أكبر من ذلك، فعادة تشتهي عيونها أكثر مما تحتاجه، ولكن العيون تنال ما تريد أحياناً. إذن راقبوا مملكة الحيوان، فعندما نتحدث عن الفتاكين في أجزاء الثانية سنجد خناق الذباب بانتظارنا.